شو هي الأجواء الفلكية لمولود الدلو في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول ديسمبر 23؟ يا عزيزي بتنعم بيومين جيدين بأول الأسبوع، هن الجمعة والسبت. بيكون الوقت مناسب حتى تاخد قرار مهم وتصفي حساباتك وتصفى سمائك. حافظ على تواضعك ابتداء من الأحد عشرة، ما تستعرض بطولاتك ولا تتحدث عن انتصاراتك ولا عن تفوقك، وحتى إذا تلقيت ثناء معين فغير الحديث. كن حذر جدا بين التنين 11 والتلاتة 12 من أي أذى، انتبه، أو من أي صدام. ما تعلق أهمية على حديث الناس وسرسرتهم بهالفترة، حتى إذا كانت الأقاويل كتيرة والشائعات. استكمل عملك مهما واجهتك من مصاعب، ما تتوقف عند التفاصيل الصغيرة والتافهة. يعني بمعنى آخر، ما تترك شيء يؤثر على معنوياتك. يمكن بهالوقت تكون الأجواء هي مؤاتية لبعض النميمة والسرسرة ونقل الأقوال وتحريف الأقوال. أنت بتعرف أنه ولا مرة ذات الحدث بخبروك مثل ما هو. علمتنا التجارب أنه حدث واحد بخبروك مثلا أربع جهات، كل واحد بخبرك من زاويته أو كيف هو شافه، حتى الكلمات بيسمعها مثل ما عقله بيقراها. فانتبه. القمر بالجدي بين الخميس والجمعة، فيمكن تضطر أنك تذهب للقاء فكري بيروي غليلك أو تحب هالشي، وعندك ميول فلسفية وعقائدية بهالوقت. هل بتعمل يوغا مثلا؟ ممكن.